نعم اللي هي الارضيات والجسور والمواسير ستيل فايبر ستيل فايبر بمواصفات معينه. ده اللي معانا على الهواء. ده اللي شكله ده تقريبا. هو ده؟ لا ده مسمار. ده مسمار. ده مسمار ستيل فايبر. ستيل فايبر نعم. عباره عن زي المسامير كده رفيعه حوالي 0.70 0.80 بينتشر بيتغلغل كله في الخرسانه عشان يتماسك مع بعض يمنع الشقاقات الارضيات يعني كل المطارات اللي موجوده انت شايفها دي كلها لازم يكون فيها ستيل فايبر نعم عشان تتماسك كلها الارضيه. طيب هروح لعمر عشان يتكلمنا على ستيل فايبر ايه اللي بيتعمل ورايحين وبيروح لمين. اول حاجه ايه هو المنتج ده؟ الستيل فايبر ده هو منتج اكتر للصناعه اللي هي تحت الانشاءات. زي ما الحاج كده منشن هو في ثلاث ادفانتجز احنا بنستخدمهم او بنكتسبهم من الستيل فايبر ده. اول حاجه وهي الاساسي ان هو بيقلل معايا التكلفه بنسبه 75%. يعني انا مثلا لو احط ب 1000 جنيه حديد اقدر ان انا دلوقتي لو هستبدله بالستيل فايبر ده مكان الاسياخ الحديد دي احط ب 250 جنيه حديد فيوفر معايا 75%. دي حاجه مهوله. ثاني حاجه بيمنع التشققات الموجوده في الارض حتى كمان منظر جمالي بغض النظر هو ممكن يضر الارض كمنظر جمالي مش لطيف ان ابقى ماشي في شارع ابقى ماشي في حته مصنع عليا ارض متشققه يبوظ منظر جمالي المكن وحاجات كتيره محطوطه. وكذلك برضو بيديني قوه للارض نفسه ان انا بعد كده لو معوز احفر لو جيت احفر في ارض تلاقي ان الهيلتي ولا اسمه ايه اللي بينزل في الارض ده تلاقي الستيل فايبر ده ابتدى يلف عليه فبيدي صعوبه وبيدي تكاتف للقوه الاسمنتيه ان هو صعب ان هي تتفتت بسهوله. والحمد لله لينا وكلاء كبيره جدا في اوروبا في امريكا ان احنا واخدين بنقدر ان احنا نصدر باسمنا. وفي وكلاء خدوا مننا يعني زي ما نقول كده خطوط انتاج ثابته كل شهر عشان هم ياخدوها يوزعوها عن طريقهم برضو بره. عملت خطوط انتاج مخصوص الحمد لله للتصدير من بعد ما لقينا نجاح المنتج ماشي ازاي وطلبه ابتدى يزيد. ما هو برضو متصنف كذا نوع عندنا فالحمد لله قدرنا ان احنا يعني مع التطورات اللي بتحصل ان احنا نمشي مع التطور والديامتر اللي بيعوزوه او الشكل اللي بيعوزوه بنقدر ان احنا نجيب الاستنباط او المكن الجديد علشان نتعايش مع التطور ده. رحنا اوروبا بالظبط. الحاجه اللي موجوده هناك في نفس الوقت بتكون موجوده ودي قوه من الدراسات اللي احنا الحمد لله بنعملها ان احنا نقدر نمشي مع التطور بتاع بره. نعم الحمد لله. هل رحنا للسوق